طيب خلاص ناخد استاذ محمد من بريطانيا. برحب بيك يا استاذ محمد. اهلا، السلام عليكم، ازي حضراتكم؟ رب تكونوا بخير. سؤال تمام بسيط، الحمد لله، انا اتفضل. بشتغل ساعات طويله طويله في اليوم، بيبقى عندي فتره بسيطه كده بلعب فيها رياضه، بجري على التريد ميل. هل تمام، مون حلال ان انا اقرا قران بجري على الترانين ماشين ولا لا؟ طيب انت دلوقتي خلينا بس نقول نبسط السؤال شويه عشان اللي عايز يسال نفس السؤال بيروح الجيم مثلا يستفيد برضه بالاجابه. انت دلوقتي بيبقى عندك ساعه بتعمل فيها رياضه، فوانت على جهاز ايوه، الجري بتقرا قران، هل ينفع هل احط يجوز القران ولا لا؟ قدامي واقرا قران؟ ايوه، طيب هو انت ده بتقرا السؤال. القران مثلا بتردده كورد انت حافظه، ولا مثلا بتبقى في موبايل بتقرا منه، ولا ايه؟ لا، من المصحف على طول مباشر يا استاذ احمد. طيب حاضر، مباشرة من المصحف. حاضر يا فندم، بشكرك شكرا جزيلا. يجوز يا شيخنا ولا لا يجوز؟ هو في الجيم دلوقتي بيشتغل، عنده ساعة رياضة في الجيم، فهو في الجيم بيبقى ماسك المصحف وهو على جهاز الجري أو جهاز المشي وبيقرأ القرآن، يجوز إن هو يقرأ لا القرآن؟ مانع شرعا من ذلك. تمام، لا مانع. واحد بيستفيد بالأوقات البينية، ما عندوش وقت يقرأ الورد فيه، لده ربنا يتقبل يعني. تمام، جزاكم الله خيرا. طيب معنا